طب دكتور هنا ازاي ممكن يعني اي ام تعرف ان ابنها او بنتها عندها نقص في الحديد؟ هي طبعا ممكن من يعني مش شرط ان هي تحلل في الاول، هي عشان في بعض الاعراض هي لو شافتها لازم تعمل تحليل لابنها وتشوف صورة الدم، واحنا عايزين اصلا يبقى عندنا ثقافة ان احنا حتى كل 6 شهور نعمل صورة دم يعني اطمئنانا. على العموم الاعراض بتبقى طبعا الشحوب، الجلد الوش شكله شاحب كده ومرهق، برضو كمان البرودة بتاع الإيدين والقدمين، وزي ما كنا قلنا زمان في أيام البرد في الشتاء كنا بنقول دايما الناس اللي بيجي لهم زرقان في الأطراف وبرودة في الأطراف مرضى الأنيميا معرضين أكتر للقصة دي. كمان برضو بطء النمو، يعني لو الولد النمو بتاعه حاسس إنه مش زي زمايله، شوفي برضو صورة الدم وتأكد إن هو ما عندوش أنيميا. برضو لو هو عنده ضعف في الشهية، مرضى الأنيميا عندهم ضعف في الشهية أكتر من غيرهم، برضو لو عنده ضعف في القدرات الذهنية أو التحصيل الدراسي بينه وبين أقرانه ممكن تشكي برضو في الأنيميا، برضو لو عنده مناعته ضعيفة وكل شوية بيجيله برد وبتاع شكي برضو في الأنيميا. الموضوع كله مش انك تديله حاجات للمناعة، لا، دوري الأول على صورة الدم. احنا زي ما قلنا ان احنا الناس حتى في موضوع كورونا ده اللي الهيموجلوبين بتاعهم كويس بيقدروا يواجهوا كورونا احسن بيقوم من الناس اللي هم عندهم أنيميا. برضو زي ما كنا قلنا قبل كده الرغبة الملحة ان هو ياكل حاجات غريبة زي التلج والتراب والطلاء والنشا، الحاجات اللي هي عجيبة كده في ايه، فهو شكي ان هو عنده أنيميا. برضو ممكن بياض العين، هشاشة الأظافر، الصداع دايما يقول لك أنا عندي صداع كل شوية أنا عندي صداع، أول ما يقول لك عنده صداع شك في حاجتين، في ده أو النظر أو الجيوب الأنفية، بس دايما بص للأنيميا الأول، اعملي صورة دم الأول. برضو لو هو بيهبط بسرعة بيجيله فقدان للطاقة بسرعة، دوخة على طول، كل دي أعراض.